سيد راغب، ذكرت أيضاً بالنسبة إلى عودة إلى حلب، برأيك اليوم خسارة إيران لحلب هي كبيرة، يعني بمعنى أنها خسرت أجنحتها واحدة بعد الأخرى، برأيك كعسكرياً واستراتيجياً؟ حلب خسارة أولاً للدولة السورية، وهذه الأهم يعني الأساس، والدولة السورية خسرت منطقة استراتيجية بتتحكم في طريق الدولة الرئيسي، طريقين M5 وM4، العائدات اليومية من التجارة من الطرق دي بتتخطى ال 25 مليون دولار في دولة بتعاني. النهاردة يعني وبالأمس بنسمع مطار حلب، وبنشاهد على شاشة التلفاز ده المطار الثاني، حلب العاصمة الاقتصادية والعاصمة الثانية. الجانب الإيراني كان جبهة حرب مهمة، يشارك بشكل كبير في ظرف مختلف، الآن الظرف مختلف، وإحنا شفنا أن طيران الحرب الإسرائيلي اعترض طائرة نقل إيرانية منعها من الوصول إلى سوريا، ده بيعني يعني قطع كبير لخطوط الإمداد. الضربه دي في الوقت اللي الميليشيات جريحه الايرانيه، وفكره الجناح نفسه كله بيعاني، لكن في تحدي كبير الحقيقه يعني طيب هذا ما بين التحدي النفوذ الايراني وما بين الاحتلال التركي، يعني هو تحدي كبير. سوريا بكل مكوناتها دوله عربيه بصرف النظر عن من يحكمها، ده الاساس في الموضوع، يعني الاساس في الموضوع خيارات الشعب السوري وبقاء سياده طيب الدوله السوريه.